هذا. يا حيدر اليوم كم طلع التصميم؟ انا يا ولد اسكت، مرتين قلت كذا، مرتين قلت كذا. اسكت بس. الله يا ابو سلطان. يعني يروح المطبخ قال لا ترقد يا وليد، قلت له مع ابراهيم قاعد ينطق عند راسي، قال لا انت المطبخ الحقني، نبي ناخذ لنا اربع تصاميم. والله يا ولد الواحد عاد تعجبني الصراحه، والله الصراحه حلو. تبي مع عبود؟ ايه شرب الساعة. اسكت عليك وصايا انت. شرب الساعة. من واحدة معك يا سيف الله لهين. اه اوكي. واحدة يا سيف الله لهين. ويزوجكم جميع. ويعطيكم حتى يرضيكم. تعلم بالعافية ابو ناصر. انت ما تدري اذا شرب محمد بن ناصر كاني انا شربه، فاخذ ذي معاذ. معاذ اخذ ذي، اخذ ذي معاذ. لا تصير خفيف. معاذ اخذ ذي معاذ. محمد بن ناصر اذا شرب كاني انا شربت، سمسك. الله. هذا الامبراطورية مسؤولية. انا من يوم جبتك انا حسسني انه ابو عيال زاقط لحيك في البنينه وانا درنا مسؤولي. معاذ والله انت يوم ناطل جسمك كذا انت منقلب راحت ابرحكم جلسه تبغى تجي تجلس تفضل. اي والله اعيش القريه في ابن رخاء و خل الامن والرخاء عندي انا ابو ناصر، انت بس عايش اللي عليك 27 27 امبراطوريه مسؤوليه. طيب اخلص علينا. شوف احنا استعجلنا امس، والله يا عامرنا استعجلنا كلهم تحت راس محمد راسل. معي اصبع افقع عين، معي اصبعين افقع عيون، هو اللي نكب الشغله. وليد عاد محمد ناصر انت 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 اسمعني يا وليد، انت غالي، محمد ناصر غالي. الله يقول لك يا محمد. ها بس ترى محمد يحس وخاطره بالهم ارفق عليه. ماني بخابر الجراده ابونا. لا هو مو بعد الجراده اللي عاد الامبراطور. انت ناشف يا وليد، خل عندك سلس، خليك سلس في ايش معنى الكلام؟ في الاسلوب، خليه يقول ما شاء الله والله وليد اسلوب وكذا. خل عندك سلاسه واربع. اخي اسامه ايش فيك اخي اسامه؟ اخي اسامه اول مره يقول ما دخل شيء في الليل الا يسر. اول مره تهرب تتكلم. اليوم بزنس كم؟ 63 اول ذبه، ترى لي قبل كل ما ذبه. ابشرك اني قريت كتاب. ايش قال؟ اجل اسجلها بكتاب تطوير النفس والذبه. وتعلم انت انت معاون، ما انت معاون تخسي. قصدي عندي امبراطور. انت امبراطور ما انت بابي. حلو 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 ما صح الا بعيد الذب انت كلبست فنجان ثوب يعني السروال بس. يلا شيل يلا يلا حمد 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 عشان تصحصح عشان تصحصح بسوي تمارين سيل حمود عشان تصحصح تعال تعلمني. يا رجلين فيه ولا مخزر شو شيل بسم الله حمود تعال مقاس 70 حمود تعال معي خليك بدون بدون تدري بدون يلبسك سنتات ما يلبس حذاء. لا لا بتوخ امشي امشي انا قاس رجلين كرامه 38 انا طالب جبه انا لا لا جبه انا طالب جبه يا الله الله يا اللي ما تمشي على امشي حافي بس مو بلابس اديك اللي يمشي حافي اديك يمشي حافي مود يا نزلن عاد انت محمد ناصر ما تديك هذا نعاد اي امشي 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 الحمد لله تم وجود الدين يا شغلوا النشله عنده شغلوا النشله امشي امشي اللي بيصحصح شباب معي يلا يا شباب قوم يا عم قوم امبراطور ولا احد ولا الطير امبراطور يلا قوم اول واحد انت معي انت اول واحد يلا امشي يلا يلا وليد وليد فنجينا لين صح لازم اول واحد يمشي معنا امبراطور فنجينا اللي كان زي تبع العزبه وين ده اول واحد راح اجيبه راح اول واحد لا 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 روح دور هنا ولا دور عند العيال حمر حمر قمر شربت 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 وين؟ وين لابسها؟ محمد ناصر محمد ناصر سلامة دقيقة رجلك رجلك سيوف فنجيل حمر قمر خلا 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 والله انها وينها؟ عندي والله ما والله اني اوكي يا ابو ناصر ولد انت كسرت رجلي ولد سامة ولد اصبر اوكي دقيقة دقيقة جيت امبراطور بلقى ذا الدلع ما شاء الله ولد يا اخي حتى ظني انه يرقد ويقرا له قصه في النوم. ابغى اشاهدكم ابغى اشاهدكم. انتم فاهمين العصريه غلط ترى يا عيال. فاهمينها حركه حركه. حركه وعديان ولقه وصق. احمد عبد الرحيم يقول لكم وائل خواجه اليوم بيجي بيستلمنا في ذمتين يطلع الاول والتالي. من هو؟ وائل خواجه.
الفقرة اليوم الخواجي؟ ايوه اليوم خواجي منقاط، هذه لا حركة انها حركة بينزك أزمة من الشيطان يزبني. انت تشوف وجه العيال، واحد كان كان ملطمة كان اجبر عصي اجبر عصي وزغ وزغ اللي في الجداري دي وش اللي في الجدران؟ وش اللي؟